ملك المسرح وملك الكوميديا النجم الكبير أحمد آدم. ودلوقتي اسمحوا لنا نبدا التكريم، ويعني طبعا المبدعين الكوكبه الجميله اللي اختارها دكتور اشرف زكي النهارده اللي اسعدتنا انها كلها موجوده ومعانا النهارده وهنعيش معاها ذكريات المسرح المصري الجميل. فاسمحوا لنا ان احنا نحيي النجم الكبير اسامه عباس.
هون. تحية كبيرة لكل النجوم اللي شرفونا النهارده وأسعدونا وليهم مكانة كبيرة في قلوبنا.